السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل شرح جديد لموقع يوبي سبايس. الموقع ده كان له فترة كبيرة شغال ورجع صفى الحسابات وعمل حاجة اسمها تجديد سنوي، وهنجربه كده. كنت سجل فيه قبل كده، انا استثمرت فيه 10 روبل زي ما انتم شايفين، بقى عندي 13 روبل، وهعمل سحب على 4 روبل و95 سنت. دي واجهة الموقع من الداخل زي ما انتم شايفين كده. بتيجي من هنا بتجمع ارباحك من فوق بتضاف لتحت، وهنا في علاوة كل ساعة بتاخدها، هنا حصلت عليها. وفي عندك رابط الاحالة بتاعك من هنا اهو، بتاخده تنشره تجيب عليه. اللي بيحط اللي بيستثمر في الموقع بتاخد منه، بتاخد 10% من الموقع، بيديك 10% لكل واحد يستثمر اي مبلغ في الموقع. في دي احصائية الموقع اهي، الناس اللي شغالة عليه والاخر مدفوعات في الموقع 29/9 بتاريخ النهاردة. هنعمل كده اثبات سحب ونشوف الموقع ايه نظامه. من هنا بتستثمر في الموقع، بتيجي من هنا تحط المبلغ اللي انت عايز تستثمره. انا استثمرت النهاردة 10 روبل، وهاجي اخش على السحب. هنخش على نفتح بنك البير، عندي 376 روبل، وهعمل سحب. هاخد المبلغ ده كده كوبي واحطه ده، وهنحطه هنا. قلنا 376 روبل، وهنعمل طلب دفع. السحب اهو تم، هنخش على الصفحة. تمام، السحب وصل. تمام، الموقع كده شغال وكويس وبيدفع. اللي عايز يشتغل عليه يا جدعان اشتغل عليه، انا معاكم اول باول في اثباتات السحب، والموقع كويس وبيدفع. وبكده يكون انتهينا من الشرح. يا ريت تدعمونا بلايك، واللي مشتركش اشترك ويفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله، فيديو اخر ان شاء الله.